رودريج، انت ككابتن لفريق الحكمه، كيف رايك بكل هالمشاكل اللي عم تصير؟ وشو رايك اللعيبه، وهل رح تقبل اللعيبه تاخذ خصم؟ وفيك تخبرنا بشكل عام عن الوضع الحكمه حاليا؟ باسف على الوضع اللي عم بيمرق فيه الحكمه، وكل سنه بيمرق بنفس الظروف. حرام لنادي عريق عن جد وعنده تاريخ نادي الحكمه يقطع بهدول الامور كل سنه. هلا اليوم التمرين تبعنا بعتبر كثير بوزيتيف، على القليل عم نخلق شيء منيح بيظل كل الامور السلبيه اللي عم بتصير. دجا حطينا ثقتنا بالاداره يلي عم دجا بلغتنا من فتره عن الخصم، ونوعدنا انه بيشتغلوا على الموضوع، ونحن ما في نيه سيئه من حيلا حدا، بالعكس بهمنا نساعد. وبعتقد انه مجرد ما انحلت الامور الاداريه اللي عنده مشاكل فيها بترجع بتنحل هيديك الامور بطريقه خاصه مع كل اللعيبه. بس سؤال صغير، انتو كلعيبه اتهموكم في جهه من قلب الاداره، اتهموكم انتو بس واقفين مع الرئيس وامين السر جوزيف عبد المسيح ونديم حكيم، انتو كلعيبه شو رايكم عن هذا الشيء اللي عم بيصير؟ صراحه جاءنا انه مش واقفين مع حدا، نحن عم ندعم هيدي الاداره. السنه الماضيه كانوا كثير منيح معنا وعملونا بطريقه كثير منيحه وكانوا بروفيشنال، عم نحط ثقتنا فيهم، ما عندنا مشكله مع حدا، بالعكس يعني مين ما بيعطي شيء بوزيتيف للنادي بعتقد بيكون بوزيتيف لكل العالم، وبالاخص لنا نحن اللعيبه اللي عم نعيش من هيدي اللعبه. وشوي في هذا الجو انه اللعيبه اللبنانيه لازم تخفض المعاشات تبعهم كذا، كثير انا برايي المتواضع يعني كثير بلاقيه غلط، لانه بالعكس اذا في شيء حلو بلبنان هو الباسكتبول اللي رفع اسم لبنان، وعن جد مثل لبنان باحلى طريقه. انه حرام هذا الشيء اللي بعد عنا اياه، اللي كل الاولاد من هن وصغار بحبوا يحضروا هذا الشيء وبحبوا يصيروا لعيبه باسكت بس يكبروا، حرام نقتل كمان هيدي اللعبه. يعني اذا بعد في هذا النفس بلبنان خلوه عايش، وخلينا نطلع لقدام نطورها بدل ما نرجع لورا مثل ما عم نرجع باخر 3 سنين. واليوم قريت ارتكل عن الرانكينج تبع لبنان، وعن جد كثير بتاسف له، سبيشلي انا يعني لالي واللعيبه من الجنريشن تبعنا عم نزعل ما عم بيكون عندنا الاوبورتونيتي اللي نحن بنحبها لغير الانديه اللي نلعب معهم، انه نكون مع منتخب لبنان بطريقه كثير منظمه بطريقه بروفيشنال، نقدر نعمل نتائج مثل اللي عملوها الجنريشن يلي قبلنا، من فادي الخطيب لروني فهد لجان عبد النور لعلي محمود، لكل اللعيبه اللي كانوا بهيدي الجنريشن عن جد قدروا عطيوا للمنتخب. نحن نطلب من الاتحاد، من كل العالم اللي معنيين بالباسكتبول، انه يرجعوا يفكروا بطريقه بوزيتيف، بطريقه كثير منيحه يرجعوا يشغلوا هاللعبه، لانه عن جد بترفع اسم لبنان. اوكي، ماسي كثير رودريج وموفق.